أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني محمد علان اليوم من دون تحديد ساعة الإفراج عنه. وبحسب ما أفاد به ذوو الأسير في قرية عينبوس جنوبية مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، من المرتقب أن ينقل علان إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية. يذكر أن الأسير علان خاض إضرابا عن الطعام لمدة شهرين بعد اعتقاله لمدة عام من دون محاكمة.